من أم عاشور بقى لأم محمد اللي بتمتهن الجزارة. خلونا نشوف. أنا مرات المعلم أشرف خلف، والشغلة دي وعلمها لي وأنا حبيتها الشغلة دي، وفي الشغلة دي بقالي 20 سنة وبذبح ضاني وماعز وعجول كل حاجة. شغلة نظافة، ركع النظافة، شغلة حلوة. أنا شغالة في الجعدان الصغيرة، وحتى برضو الجمل الماعز، أي حاجة برضو صغيرة. واللي بيعرفني بيجيب لي الناس كلها، اللي بقى ياخد مني لحمة بيجيب لي أهله كلهم ياخدوا مني على سيط حتة اللحم وعلى النظافة وكل حاجة. بتعور عادي وخيط ايدي عادي، برضه مسكره العمليه برضه حبه الجزاره، حتى عيالي علمتهم الجزاره وكده، بعد مني وبعد ابوهم هم برضه عيالي، هم اللي هيبقى شغله ابوهم دي، وعيالي برضه حبينا. جوزي لو سابني سافر راح يسوق اي حته بروح المذبح وماشيه له شغله كأني موجود. كل حاوي يلاقيني ذابحه وعامله كل حاجه. ولو حد واخد مني عجل بذبحه له واخلص عقبال ما جوزي يجي. والحمد لله امنت مستقبل عيالي وحياه حلوه. كل سنه وانت طيبه يا ام محمد، وكل سنه وكل الستات المصريات كمان طيبين، اللي يعني ما بيحسوش انه في اي مهنه صعبه عليهم، بيدخلوا برضو وبيعافروا فيها.